guys and welcome back to my channel Arabic with Mirena. اليوم عنا مقابلة أو هيك يعني قعدة ظريفة مع أحمد. أحمد هو رفيقي. هاي. هلا أهم شيء إنه بدنا نحكي لهم, بدنا نجاوب على الأسئلة ونحكي هيك حديث, بس رح يكون على البطيء, مو على البطيء كثير, بس إنه على البطيء. أوكي, مشان العالم تفهم ونكون كثير سريع. تمام. تفضلوا. صحيح. ايه احمد, مرحبا. اهلين. هلا اول شيء بدي اقول لكم صحيت على اقول لك, تعال قرب هيك. يس. هلا انا مجهزت له لاحمد كذا سؤال, وهو كمان يمكن يسالني كذا سؤال, ما بعرف. اني وين رح اسال. فاحمد هلا اول شيء عندي سؤال. طبعا احنا ما كنا مجهزين الاسئله, انا مجهز أحمد, مو مجهز الأجوبة. هلا بده يجهز الأجوبة معي. في أسئلة مفخخة؟ لا, ما في أسئلة مفخخة الحمد لله. فرح بلش بأول سؤال أحمد. أول شيء, شو أكثر شيء ما بتحبه تكرهه بالثقافة العربية؟ نسخ. شو؟ لا أقول لك, الثقافة العربية يلي هي ثقافة الناس, مو الثقافة اللي هي التراث اللامادي. يعني هي تداول الناس للثقافة قصدك, ولا الثقافة اللي هي, لا الثقافة اللي هي العادات والتقاليد. اوكي فكرت انا قصدك تداول الناس للثقافة. لا, العادات والتقاليد وهيدي القصص اللي بنسميها. طيب انا في عندي جوابين على هذا السؤال. في جواب لما انا كيف كنت فكر من قبل, في جواب كيف صرت فكر. كنت شوف انه هالعادات والتقاليد انه هي ما انه كثير بتخلي الانسان يكون مقيد, ما انه حر. ما بيعيش حياته, عم يعمل الشغلات اللي هو بحبها, لانه دائما عم يحسب حساب غيره. في منها شغلات كثير فيها حبس للعنصر الانثوي كثير, فبتخليه كمان هو يعمل رد فعل, بيرجع بينعكس على الذكور, بيرجع هيك حلقه. فهلا صرت حس انه هيدي العادات والتقاليد فيك تقولي مثل كانه انت الكون كله منظومه وهي جزء منه, فهي عم تكمله من بعض الاماكن. هي عم تكون سبب احيانا لناس يكون عندها رد فعل يعمل شيء منيح. حلو. عرفت شو يعني؟ يعني في شيء ايجابي من كل هيدا. بس اذا بتطلعي فورا ما بتشوفي فورا انه هو في شيء ايجابي. بتقولي انه ليش في تحجر, ليش في تعصب, ليش في كذا. بس لما انه بس اذا سوري اذا بدك تاخذ نقطه واحده, اكثر نقطه انت بتكرهها يعني ما بتحبها, اكثر ما بتطيقها مثلا, اكثر نقطه انا بكرهها ما بحبها انه ذكوري. مجتمع ذكوري. طيب تعال السؤال. شو رايك بالناس يلي بيقلدوا ناس ثانيين؟ ما بحب أبدا. يعني طبعا قصدي بالتقليد, هو التقليد 100% بكل شيء, بالافكار, بالحكي, بالحركات, حرفيا بكل شيء. فشو رايك بهدول الناس؟ يعني شو بيكونوا عم بيفكروا؟ شوفي هلا على مستوى مثلا لما انت بتروحي على متحف, بتشوفي بهالمتحف قطعه اثريه, بعدين بيجي بيقول لك المرشد مثلا او الدليل انه هي القطعه ما من الاصليه. في عندك انت هيك وجهك رح ينطفي فجاه, انه كل هالانبهار اخر شيء طلعت هيدي النسخ. رح تحسي انه ليش هيك عملتوا فينا؟ ما في داعي تعملوا نسخه. بالاخر هلا هن عم بينسخوا ليعرفوكي عن الاوريجينال يلي هي ممكن تكون بغير متحف, بغير مكان, ما الا سهل الوصول. فبيضل دائما الانسان عنده بالداخل هو شيء فطري, عنده رفض للنسخ. حلو. ليش؟ شو السبب؟ لانه كل انسان خلق يونيك. يعني انا خلقت, انا الي بحد ذاتي شيء فردي, اني غيرك انت تماما, حتى الاخوات بين بعض. فهو شيء مرفوض فطريا. لهيك كل واحد عنده شيء ممكن يكون اذا طالع واميز من الحدا اللي عم بيقلده. 100% عامله فيديو كامل على هذا الشيء. تماما. حلو كثير. طيب كمان سؤال, هذا انسال لي هذا السؤال وانا رح اسالك نفس السؤال تماما. يعني بتعرف في ثقافه عربيه وفي ثقافه غربيه. الثقافه الغربيه اللي نحن بنقولها هي ثقافه اوروبا وامريكا, ففي اكيد اختلافات بين الثقافتين. فالسؤال يلي انسأل لي هو انه برايك, او برايك يعني ممكن
للمستقبل يصير في مثل حد وسط بين الثقافتين، يعني تصير الثقافتين ثقافة واحدة، ولا رح يكون في شيء أقوى من شيء؟ يعني دائما رح يكون في شيء أقوى من شيء حتى ولو وصلنا للثقافة المحددة. شوفي برأيك شو اللي ممكن يكون أقوى من شيء؟ أوكي، شوفي هلا هذا الشيء عم بيصير حاليا. حلو، كيف عم بيصير؟ أول شيء الحروب ببعض المناطق عم تعمل هجرة، هي الهجرات عم تعمل اختلاط، عم تخلي حتى الناس اللي ما توقعته بحياته يتقبل إنه مثلا يتقبل إنه أخته تلبسها، بغض النظر إذا هو لازم يكون له سلطة على أخته أو لا. صح. فهذا الدمج عمل إنه هاد صار عنده عم ياخذ من أفكار هون، نفس الوقت هو ما قادر ينشر إلا الشيء الحلو عن أفكاره. تمام. فهذا الدمج هو يلي عم بيوحد الثقافة نوعا ما، إضافة لأنه العولمة حاليا عملت توحيد. كيف يعني؟ يعني أنا من قبل إذا بتقولي إنه أنا من الشام فرضا، تتوقعيني إني أنا لابس الزي الشامي مع الطربوش الأبيض تبع بتحسي إنه هذا راح على الحج أو هذا ما راح على الحج. حاليا بتشوفي واحد من الشام ممكن يكون لابس مثل حدا من بريطانيا، هذا اللبس المشترك. تمام. مثل يعني هلا بالفترة الأخيرة كان بفترة من فترات الزمن كان منتشر كثير التيار الدولي بالبناء، مثلا كان كل المباني مكعبات مثل بعضها، بعدين إجا الهاي تك كمان هو نفسه بدبي عم يعمل نسخ حاليا، فإيه نحن عم نجي لشيء مشترك. ما بعرف إذا هو مقصود ولا مانو مقصود، بس نحن إيه عم نجي على شيء مشترك. وبرأيك رح يكون الغالب هو الثقافة العربية ولا الثقافة الغربية؟ أيوة. هلا بصراحة ما بعرف عن هذا الشيء، لقلك شغلة، هو الموضوع بده يضل عم بدور، يعني فترة بدها تغلب الثقافة العربية، فترة بدها تغلب الغربية. طبعا كلمة فترة ممكن تكون 500 سنة يمكن. حلو، نايس. هلا أنا إذا بدكم تسألوني نفس السؤال فرح أقلكم إيه، أكيد فينا نوصل لحد وسط بين الثقافتين العربية والغربية. وأنا شو بحب إنه تكون الثقافة العربية هي المهيمنة أكثر. شو يعني مهيمنة؟ ما قصدي يكون بشيء سلبي، أكيد بشيء إيجابي، مثلاً مثل ثقافة العيلة، ثقافة الرفقات، ثقافة المشاوير كل يوم. تماماً. يعني هيدي القصص الإيجابية بالثقافة العربية بتمنى إنه تكون هي أقوى من الثقافة الغربية. الثقافة الغربية اللي هي فينا نقول الانفتاح نوعاً ما، أشياء مثل هيك أوكي حلوة كتير حلوة، والحضارة بنفس الوقت الصحة النفسية بتمناها تكون جاية من المجتمع العربي، لأن الصحة النفسية بالمجتمع العربي برأيي الشخصي هي أحسن من الصحة النفسية الموجودة بالمجتمع الغربي، ولو أنه نحن عنا كتير حروب وكتير مشاكل، بس عنا أحسن. يعني هيك هي رأيي، يعني ما بعرف عنا الألفة هي الشيء اللي ما بينوصف، ما بعرف حتى إذا شو له مرادف ممكن يكون. صح. تماماً، إنه الألفة هي شعور ما له شرح أبدا. تمام، تعوا وجربوا. لا حلو. طيب كمان سؤال، شو هو أكثر بلد عربي برأيك يعني لا يوصف من كثر ما له حلو؟ بلد عربي لا يوصف من كثر ما له حلو؟ من كثر ما له هلا على كتر ما مشان نعلمه شو يعني من كتر او على كتر ما. ايه طيب حلو، من باب التضاريس طبيعيا ولا معماريا؟ شو بدك تشرب؟ ما في جواب، من شو جواب لاي؟ ما معي سكريبت ابدا. لا عن جد، لانه صار لنا شوي قاعدين وما طلبنا شيء شو كنت عم تسألني؟ من باب انه طبيعي ولا معماري؟ طبيعي كتضاريسه حلو ولا كاس؟ كل شيء فيه الثقافة والتضاريس، البلد كاملا، الشعب اذا بدك، يعني كله من جميعه هو حلو. يعني انت مثلا بتحكي واو رائع. ما في بلد بحد ذاته، هن بلدين بس. لأن ليش؟ لأنه نقطة الضعف اللي هون البلد الثاني حاوية نقطة الضعف اللي هون البلد الثاني. شوف شو هي، عرفت شو؟ فأما أقول لك بلد واحد لا. طبعا أنا رح استثني سوريا لأنه نحن يعني لا يعلى عليها بالنسبة لنا، وعم نحكي عن البلدان العربية، فما رح أقول سوريا، يعني بين الموضوع أنه جايين نعمل دعاية حرفيا. يعني سوريا ما بدها دعاية، أنه بديهيا سوريا أحلى. تماما أحلى بلد. تماما. الأردن
الأردن، أنا بحب الأردن. أنا شخصيا بيتي من الصحراء جدا. حلو. فصحراء الأردن عكسي تماما. وهلت سكنت بفترة من الفترات. نايس. وضل فيها بصمة، بصمة هي بصمة إنسانية عالمية يعني. حلو. الفترة الكل اللي بيعرف الفترة، الكل بيجي على الفترة. هي هذا المكان اللي هو صحراء، أنا بحب أكون بأماكن منعزلة كتير. حلو. قدر يأثر بالناس بيوم من الأيام بفترة من الزمن واستمر أثره لهلا. ففعلا أثر فيني، صابني يعني، هيدا الموجة صابتني. حلو. لفحتني. حلو كتير. إيه. إضافة لأنه أنا عاشرت أكثر من شخص أردني. كتير عاشرت بشر أردنيين، سواء كان أونلاين ناس ما شفتهم افتراضيين بالنسبة لي، أو ناس شفتهم بالواقع. حلو. ما بعرف ليش بحس بيوم من الأيام في شيء بده يربطني بهالبلد، ما بعرف شو هو. حلو. بس أنا بحس إنه أنا بحب الأردن. البلد الثاني مصر، هي أم الدنيا. نايم. يعني مصر أنا بالنسبة لي شيء مقدس، خصوصي إنه أنا كثير بقرأ عن تاريخ مصر، عن تاريخ مصر وعن تاريخ البلدان بشكل عام. فمصر أكثر شيء من أنا وطفل بيشدني، بيحسسني بهيبته. بس أنا بنتمي لمصر العظمى، مصر اللي هي مصر الفراعنة، عرفت شو؟ يعني حالياً ما أنا عصر الفراعنة، عرفت شو الفكرة؟ فأنا بحب الجانب الفرعوني من مصر، لأنه ما بعرف عن الجانب الثاني المناسبة، يعني ما فيني بحكي عن شيء ما بعرفه. حلو، كثير حلو. طيب، حلو، نايس. أي لهجة بالنسبة إلك هي أكثر قريبة لقلبك؟ السورية. سوريا. لا ما في نقاش يعني. طيب شو أكثر شيء تكره؟ يعني لا 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 يعني سمعانين اكيد. الخير قلت لك هالثلاثه شيء موجود بالمطبخ بشرفكم. شو هذا؟